لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في تفسير سورة سبأ، وسبق أن تكلمنا في اللقاءين السابقين عن مقدمات حول السورة الكريمة والآيات من أول السورة إلى الآية 14 من السورة الكريمة. واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم بداية من الآية 15 بما ييسر الله عز وجل ويفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. هذه الآيات تحدثنا عن قصة من قصص القرآن الكريم، قصة قوم سبأ. والقصة لها دور كبير جدا في التأثير والتربية والقدوة، فالقصص مهم جدا في توصيل الفكرة وتوصيل المعاني. الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وقال عز وجل واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا، وقال سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وقال عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقال عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تدل على أهمية القصص في توضيح المعاني. كذلك القصص فيه تثبيت للقلوب على طاعة الله عز وجل، وفيه عبرة أن تعتبر بغيرك من أصحاب هؤلاء القصص، سواء كانوا أهل خير فتعتبر بهم وتقتدي، أو كانوا أهل شر فتعتبر بهم وتحذر. كذلك القصص فيه ما هو حق وما هو باطل، فقصص القرآن حق، نحن نقص عليك نبأهم بالإيه؟ بالحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالإيه؟ بالحق، نحن نقص عليك أحسن القصص، فقصص القرآن والسنة حق، بخلاف القصص
الهدام الذي يغرس الرذيلة ويشوه الفضيلة كما يحدث في المسلسلات والأفلام وغير ذلك من الروايات الهابطة والفاسدة والتي فيها يعني تشويه لدين الله عز وجل وفيها طعن في ثوابت هذا الدين وفيها تزيين للفواحش وفيها تشويه للفضائل. قصص هدام ينشر الجريمة وينشر الفاحشة وينشر الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن الكريم ليس كتاب حكايات، فلا يذكر من القصص إلا ما فيه فائدة، أما ما ليست فيه فائدة أو يفهم من السياق فالقرآن يضرب عنه صفحة لا يذكره القرآن الكريم. كذلك غالبا القرآن يبدأ بنتيجة القصة، يبدأ بنتيجة القصة، القصة ديت عشان إيه، وبعدين في الآخر ممكن يقول لك إيه القصة نفسها أو الأسباب بتاعتها. أخدت بال حضرتك؟ يعني مثلا إيه، لو هنضرب مثلا مثال ب يعني قصة موسى في سورة القصص، نتلو عليك من نبأ موسى فرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وإيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون كده كل المطلوب من القصة أهو. وبعد كده تبدأ القصة إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، مش كده؟ بدأ يحكي القصة بس بعد ما حدد لي عاوز يوصلني لفين. خلاص؟ برضك في قصة يوسف عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. جاب لنا خلاصة القصة والغرض منها، بعد كده بدأ يقص القصة بقى لقد كان في يوسف، واستمرت القصة في آخر الايه السورة. فغالبا إيراد القصص في القرآن الكريم بيبقى كده، بعكس المسلسلات مثلا أو الأفلام، لا يجيب لك القصة من أولها وهو بيتولد وهو بيعيط وهو في اللفة وهو رايح للدكتور وأبوه اتعارك مع أمه وأمه عملت مش عارف إيه وأبوه طبخ إيه والعيال كلوا إيه وشربوا إيه وجابوا مرة سمك ومرة لحمة، إيه الكلام الفاضي ده كله؟ كل ده كلام ملوش لازمة، ويبدأ معلقك وشدك ولازم يكفل لك الإيه الحلقة على إيه؟ على حدث مهم عشان تستنى يا طلع هيطلقها ولا مش هيطلقها؟ واخد بالك؟ يا ترى هيتجوزه ولا مش هيتجوزه؟ يا ترى اللي رايح يرتكب جريمه القتل ده هيقتل ولا مش هيقتل؟ يا ترى اللي رايح يرتكب الفاحشه ده هيرتكبها ولا لا؟ بكره هنعرف بقى في الحلقه الايه؟ في الحلقه الجديده. خدت بالك؟ ويقول لك المخرج عاوز كده. المخرج عاوز كده. وبعدين الناس تطلع تتعاطف مع الفواحش ها؟ وتنكر الفضائل، يعني مثلا مثال مثلا لو مسلسل فيه زنا وتعدد زوجات تجد الناس ممكن ايه يعني المخرج يوصلهم لمرحلة ان يعيطهم عشان صعبان عليهم ايه المرأة اللي زنت او الولد اللي زنى، وان دول مظلومين وان نتعاطف مع دول يا جماعة دول مظلومين، ولا ايه اللي اضطرهم لكده؟ ده الضغوط المجتمع والظروف اللي هم فيها وبيحبوا بعض، هنعملوا ايه وابوها ومش راضي؟ يستعطفك انت مع الفاحشة. خلاص؟ طب وتعدد الزوجات يجيب لك ان الراجل ده ظالم وان الراجل ده مجرم وان الراجل ده ازاي اتجوز على مراته بعد ما عملت معاه ده كله جدت صوابعها كلها، ده راجل ما عندوش اصل، ده راجل واخد بالك، وانت ماشي بقى كده اهوت ايه يرغب بقى البنات في التبرج والانحلال وينفر من الحجاب واللحيه، انت واخد بالك؟ حرب حرب على الدين والعياذ بالله، وتنفق عليها اموال المسلمين، الناس مش لاقيه تاكل ودول بياخدوا بالملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين. في رمضان بالذات الاستعداد لرمضان على مدار العام كاملا، الافلام والمسلسلات والتوك شو والكلام ده كله والفوازير
الناس كلها كانت خايفة من كورونا إلا دول، كانوا بيمثلوا في الاستوديو وكانوا بيعملوا كل حاجة ولا كأن في كورونا ولا كأن في حاجة، خدت بالك؟ ويقول لك قال من بنضحي من أجل الشعب. يا أخي غرف داهية البعد، الشعب مش عاوزكوا أصلا، أنتوا بتفسدوا الشعب أساسا، خدت بالك؟ المقصود أن القصص ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا. اللي عاوز يوصل فكرة أيا كانت هذه الفكرة، طيبة أو خبيثة، بيوصلها من خلال إيه؟ من خلال القصص. هو إيه اللي نشر المثلية في مجتمعنا؟ للأسف أنا بقولها بمرارة، إيه اللي نشرها؟ المسلسلات اللي بتركز على إيه؟ على التعاطف مع الإيه؟ المثليين أو الشواذ جنسيا وكده، والفيلم ده إحنا عارفينه، خدت بالك؟ بيشجع وينشر هذه الفواحش والعياذ بالله. انا دخلت في قضايا فيها الموضوع ده في بلاد يعني زي ما بيقولوا كده على شمال الدنيا، خدت بالك؟ ارياف وبلاد محذوفه ما فيش مواصلات توصل لها، ومع ذلك دخلنا في مشكله بسبب حاجه زي كده، وقال مشاكل على الماسنجر وبتاع ومحادثات وكلام فاضي، خدت بالك؟ واحد كان هيقتل واحد بسبب الموضوع ده، خدت بالك؟ فالنهارده العالم كله يعني صار فكرا واحدا. ليه؟ بسبب انتشار وسائل الإعلام المختلفة، خاصة مواقع الإنترنت على اختلافها. دي نقطة في المقدمة. النقطة الثانية أن السورة الكريمة تكلمت عن فريقين أساسيين، الصالحين والإيه؟ والطالحين، ماشي كده؟ فبتتكلم عن دول وعن دول. كلمت الأول عن الذين كفروا، ها، وقال الذين كفروا إيه؟ لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، خدت بالك؟ طيب، وتكلمت عن المؤمنين، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الإيه؟ هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، تمام؟ طيب، جابت لنا الصورة نموذج للصالحين ونموذج للطالحين. النموذج بتاع الصالحين كان سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما الصلاة والسلام، ها، ولقد أتينا داود منا فضلا ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر. ده نموذج للصالحين. بعد كده جابت لنا نموذج للفاسدين الذين يعني غرتهم الحياة الدنيا واغتروا بنعم الله. العجيب أنهم اغتروا بنعم الله التي أنعم بها عليهم، اللي هم قوم إيه؟ قوم سبأ، تمام كده؟ طيب، بعد كده رجعت الآيات تتكلم عن قريش عشان تقول لهم اهو قدامكم ده وقدامكم ده، اختاروا ان انتوا تبقوا تبع الصالحين ولا تبع الطالحين. طب جزاء الصالحين الجنات وجزاء الطالحين النار. الصورة كلها ماشية على كده، وتقريبا يا جماعة القرآن كله ماشي على كده، انه يتكلم عن صفات الصالحين وجزائهم وصفات الطالحين وجزائهم، سواء كان في الدنيا او في الايه او في الاخره، تمام؟ طيب، قصه قوم سبأ. قوم سبأ دول نسبه الى سبأ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن سبأ، ها، هل هي امرأة أم أرض أم ماذا؟ الرجل نفسه روى لنا هذا الحديث اللي هو فروة ابن مسيك رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ، فقال ما سبأ، رجل أو امرأة أم أرض أم ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس امرأة وليس أرضا، وإنما هو رجل، ها، رزقه الله 10 من الأولاد فهم رؤوس القبائل العربية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى سبأ ده اسم إيه؟ اسم رجل، اللي هو يعتبر أبو العرب في اليمن، أبو العرب في اليمن، اللي بعد كده انتشروا بعد كده 10 قبائل. أولاد دولت العشرة دول بقوا 10 قبائل، 6 راحوا اليمن استقروا فيها، وأربعة راحوا لإيه؟ راحوا الشام، تمام؟ طيب، كل ما على يمين الكعبة فهو يمن، وكل ما على شمال الكعبة فهو شام،
تمام. طيب، كان من هؤلاء الأوس والخزرج اللي هم تمركزوا في المدينة، تمركزوا في المدينة. طيب سبأ ده اسمه سبأ ليه؟ اسمه سبأ عشان قالوا يعني كلام معلوش دليل، بس هو قالوا انه اول من سبأ. يعني ايه؟ في الحروب بيحصل سبي للايه؟ للنساء والذراري. فقالوا اول واحد عمل الحكاية دي الرجل ده، والبعض يقول انه ايه واسمه كان اسمه عبد شمس، والراجح انه كان مسلما هذا الرجل اللي هو اصل قبيلة اصل يعني مملكة سبأ ده. ها طيب، هذا الرجل اول من سبأ، وبعدين ايضا يلقب بالرياش، قالوا لانه اول من قسم الغنائم على الجيش. يعني اول واحد لما كان يحارب وياخدوا غنائم كان يقسمها على الايه؟ على الجيش. الرجل ده كان موجودا قبل الاسلام باكثر من 1000 سنة، واستمرت مملكة سبأ حتى قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام، او ربما استمرت الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي التبابعة. التبابعة جمع ايه؟ تبع. وكان ده لقب للرئيس اللي يتولى الحكم في اليمن، كان يلقب بايه؟ بتبع، زي ما كان اللي بيتولى الحكم في فارس كان بيلقب بايه؟ كسرى، واللي بيتولى الحكم في الشام قيصر، واللي يتولى الحكم في السودان والحبشه اللي هي اثيوبيا حاليا النجاشي، واللي يتولى الحكم في الهند بطليموس، اللي يتولى الحكم في مصر كان يلقب بايه؟ بفرعون. فده لقب مستمر لاي حد بيمسك الحكم في البلاد دي بيلقب بهذا الايه؟ بهذا اللقب. تمام كده؟ فكان اللقب اي واحد يتولى الحكم في اليمن كان يلقب بتبع. تمام كده؟ طيب تبع ده لقب مش كده؟ طيب اخر واحد لقب بهذا اللقب تبع، طبعا اختلفوا في اسمه برضه، لكن هذا الرجل اسلم. هذا الرجل اسلم يعني ايه؟ يعني هذا الرجل لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر قال والله لا ادري اكان تبع مؤمنا ام لا. ده حديث صحيح. وبعد كده اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اخر ان تبع كان ايه؟ مؤمنا، كان مؤمنا. تمام. وتبع قال شعرا يعني يقول فيه ان هو لو حضر يعني يتمنى من الله انه يعيش ولو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، بحيث انه يدخل في الاسلام، واذا مات قبل ذلك سلموا لي عليه، يعني بلغوه مني السلام، بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم منه السلام. وذلك ربنا لما تكلم عن تعذيب قومه قال وقوم تبع، خدت بالك؟ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وايه؟ وقوم تبع. هو لا، هو ما تعذبش لانه كان رجلا مؤمنا، انما قومه هم الذين ايه؟ لم يؤمنوا. واضح كده يا جماعه؟ ده كلام ممتاز. طيب سبأ اللي هو اصل هذه القبيله او هذه القبائل العربيه في الحقيقه، هذا الرجل يعني نشأت له مملكة في اليمن، يقال بقى ان المملكة ديت بقى ايه اتسعت يعني رقعتها وكثرت جيوشها حتى وصلت الى ايه؟ الى سمرقند. طبعا يعني مساحة كبيرة جدا، مساحة كبيرة جدا. الله اعلم، كل دي اخبار منقولة عن المؤرخين وعن بني اسرائيل، وليس على اثباتها ولا على نفيها دليل. فدي ممكن تكون مثلا من الاسرائيليات التي ايه؟ نتوقف فيها، لا نصدقها ولا ايه؟ ولا نكذبها. طيب قوم سبأ دول او مملكه سبأ دي دولت ايه؟ دول ربنا من عليهم بالنعم. كان عندهم ما يجري بين جبلين. ففكروا ازاي يستفيدوا من هذا الماء؟ فاقاموا سدا، سموه سد ايه؟ مأرب. ومأرب يعني ماء، كلمة مأرب يعني ايه؟ يعني ماء.
سد مأرب ده كان بينه وبين صنعاء تقريبا حوالي 40 كيلو تقريبا، تمام. طبعا لما عملوا السد ده بدأ المكان بين الجبلين يمتلئ بالماء حتى ارتفع الماء إلى أعالي الجبال، وبالتالي أعلى الجبل أرض نظيفة نقية طيبة هواء طيب، بالتالي كان فيها الزروع والبساتين خدت بالك، وكان فيها خير كتير جدا، حتى يحكون إن المرأة كانت تحمل الزنبيل على رأسها فلا تصل إلى مكانها إلا وقد امتلأ بجميع أنواع الإيه الثمار والفواكه، خدت بالك. إن كان ده برضو محتاج دليل، لكن لا مانع إن ممكن يبقى أكتر من كده كمان في ظل تلك الحضارة المزدهرة، ها. فطبعا إيه هؤلاء الناس لما يعني من الله عز وجل عليهم بهذه النعم العظيمة، ها، اغتروا وكفروا وعبدوا الشمس من دون الله عز وجل، و يعني تجبروا، فبالتالي يعني حول الله عز وجل عليهم هذه النعم إلى نقم والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما سنرى من خلال الآيات الكريمات. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان، اللام دي بيسموها الايه؟ اللام يا رجل يا طيب، اللام موطئة للقسم، يعني والله لقد، وطبعا دي مؤكد، يعني من القسم ده من المؤكدات، صح كده؟ طيب، لقد كان لسبأ، هو عاوز يقول ان قد لما تدخل على الفعل الماضي بتفيد الايه؟ التحقيق. ده كلام صح، اذا دخلت قد على الفعل الماضي دائما تفيد التحقيق، اما اذا دخلت على الفعل المضارع فالاصل انها تفيد التقليل، الا في القران والسنه اذا جاءت قرينه تدل على التقليل، ما جاتش قرينه يبقى الاصل في القران والسنه انها تفيد التحقيق، شانها شان الداخله على ايه؟ على الفعل الماضي، تمام كده؟ طيب، لقد كان لسبأ، لقد كان لسبأ، لقد كان لسبأ، كم قراءة كده؟ ثلاثة، تمام؟ طيب، اللي بيقرأ لسبأ مين؟ قنبل وأبو عمرو، قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو البصري، البصري، على اعتبار إن سبأ اسم الإيه؟ للقبيلة. طب إيه المنع؟ إيه ممنوع الكم علة كده يا جماعة؟ لا، أعجمي مين؟ ده اسم عربي، ده أبو العرب ده في اليمن، العالمية وليه؟ والتأنيث، أحسنت، يبقى هنا علتين، خدت بالك؟ العالمية والتأنيث، فهقولها لسبأ اللي هو مين يا جماعة؟ قنبل وأبو عمرو. طيب، واللي هيسكن لا البزي عن ابن كثير، البزي عن ابن كثير هيسكن، هيقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وكلمة سبأ في القرآن كلها هيسكنها، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، واخد بالك؟ بقية القراء هي ايه؟ هينونوها على اعتبار انها مصروفة، خدت بالك؟ لأن كده ايه؟ سقطت علة، هي كده علم بس علم على رجل، فخلاص مفيش علة تانية تجعلها ممنوعة من الايه؟ من الصرف، فكده هتبقى مصروفة، واضح كده يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. لقد نعم، ايه السبب في التسكين؟ تسهيل، تسهيل بيسهل يعني ال تمام. لكن في على كل ما فيش اختلاف في المعنى، يعني الاختلاف القراءات ده هوت هنا لا يترتب عليه خلاف في الايه؟ في المعنى. لقد كان لسبأ في مسكنهم، في مسكنهم، في مساكنهم، كم قراءة برضه؟ ثلاثة، اثنين بالإفراد بفتح الكاف وبكسرها، وواحدة بالإيه؟ بالجمع. طيب، اللي بالإفراد في مسكنهم، المقصود بالمسكن هنا إيه؟ البيوت كلها، المنطقة، المنطقة اسمها مسكن. طيب، مساكنهم، كل بيت على حدة،
بيت وبيت 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 وبيوت يبقى مساكن. واخد بالك؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. آية آية يعني إيه؟ الآية يعني العلامة، وكمان الآية تطلق على الإيه؟ على الشيء الجميل النادر التحفة، ها؟ وتطلق على الجماعة. خدت بالك؟ جاءوا بآياتهم يعني بجماعتهم. هذه آية في النضارة والجمال، ها؟ يعني إيه؟ جميلة ونادرة. خدت بالك؟ فآية يعني شيء مبهر، شيء معجز. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيه الآية دي يا جماعة؟ جنتان عن يمين وشمال. يبقى هنا يا جماعة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. آية دي إعرابها إيه؟ اسم كان مؤخر، مش كده؟ طيب، وجنتان بدل. أحسنت، تمام. فين خبر كان؟ الجر والمجرور المتقدم لسبأ في مسكنهم. ده كلام ممتاز، بارك الله فيكم. جنتان عن يمين وشمال. جنتان عن يمين وشمال يعني ايه؟ يعني جنة عن اليمين وجنة على الايه؟ على الشمال. مش جنتين عن اليمين وجنتين على الشمال، انت واخد بالك؟ طب يا ترى هاتان الجنتان عن يمين المملكة وعن شمالها، واحدة هنا وواحدة هنا، ولا كل بيت له جنتان؟ ايه القراءات؟ مساكن ومسكن؟ والله احتمال، بس بعيد شوية يعني. يعني لقد كان لسبأ في مسكنهم، لو انت كده هتقول مسكنهم اللي هو الجمع، يبقى المملكة، يبقى جنتان عن يمين وعن شمال. طب ومساكنهم؟ يبقى جنتان عن يمين وشمال برضو المملكة. اعتقد ان دي ما فيهاش اشارة لموضوع الجنتين، لكن كلمة جنتان تحتمل ان يكون جنتين حوالين المملكة، واحدة يمين واحدة شمال، ويحتمل ان يكون بجوار كل بيت جنتان، جنة عن يمين ذلك البيت وجنة عن شمال ذلك نفس البيت، جنتان عن يمين وشمال. بالنسبة للماء الذي كان يجري في الوسط، مش يحتمل ان يكون فيه ماء خلى فيه جنة عن يمين وعن الشمال؟ وارد، لان الماء بين جبلين وبيزرعهم قمم الجبال، فممكن تكون البيوت مصففة على الجبال من فوق. خدت بالك؟ تستمتع بالماء وبالايه وبالثمار والفواكه وكده، فوارد يعني. على كل الاكمل ان كل بيت يبقى له ايه؟ جنتان. وهذا الظن برب العالمين، ان لما ربنا انعم عليهم نعم زي دي، لان كانت اطيب ارض موجوده واحسن زرع موجود لم يوجد مثله. خدت بالك؟ فالاكمل طبعا ان كل بيت يبقى له ايه؟ جنتان، والله اعلم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كلوا امر على الايه يا جماعه؟ الاباحه. على الاباحه، خدت بالك؟ لكن لو الامر هيصل للجوع يبقى هيبقى الامر الايه؟ الوجوب، من باب الحفاظ على الايه؟ على النفس، تمام. كلوا من رزق ربكم، يبقى نسب النعم دي كلها ايه؟ لله عز وجل. من رزق ربكم اي الرزق الذي رزقكم الله عز وجل به. كلوا من رزق ربكم وايه؟ واشكروا له، لانه هو الذي ايه؟ رزقكم. طيب، ما هو الداعي لشكر الله عز وجل؟ فقال ايه؟ بلدة طيبة ورب غفور. يعني هذه بلدة طيبة وهذا رب غفور. انت عاوز احسن من كده؟ بلدة طيبة ورب بيغفر، في احسن من كده يا عم انت؟ يعني 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 الدنيا والاخرة. بلدة طيبة يعني الدنيا، ورب غفور الاخرة. في حاجة احسن؟ انت عندك ايه احسن من الدنيا والاخرة انت مطمن عليهم؟ بلدة طيبة ورب ايه؟ غفور. لكن هل استجابوا؟ للأسف
فأعرضوا، يعني أعرضوا عن دين الله وعن طاعة الله عز وجل وعبدوا غير الله، كما قال الله عز وجل لقريش: وتجعلون رزقكم إيه؟ أنكم تكذبون. يعني المطر ينزل وتنسبوه لغير الله وقل نزل بنو كذا ونوة كذا وكذا، تكذبون وربنا هو اللي بيرزقكم. وربنا عز وجل قال: وينزل لكم من السماء إيه؟ رزقا. خدت مالك؟ وربنا عز وجل قال إيه؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هنا بدأ بقال إيه؟ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إيه يا جماعة؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وبعد كده لما قالوا النخل باسقات لها رزقا إيه؟ للعباد. بدأ بإيه يا جماعة؟ بدأ بالتبصرة والذكرى، وثنى بالإيه؟ بكونها رزقا للعباد. لماذا قدم التبصرة والذكرى على الرزق؟ لأن يا جماعة القلب مقدم على البدن، القلب مقدم على البدن. النعم دي الأهم فيها رقم واحد الاعتبار والاتعاظ وزيادة الإيمان بالله عز وجل والتوحيد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. التدبر ده أهم من الأكل والشرب نفسه. نمرة اتنين رزق العباد يأكل ويشرب، واخد بالك؟ فهنا برضو كإيه الأصل كده أن أنتوا النعم ده إيه؟ تشكروا ربنا عز وجل عليه، ماشي؟ وبعد كده إيه رزق بقى تتفكروا بقى في الإيه في الأبدان، في غذاء البدن نفسه. يبقى غذاء الروح مقدم على غذاء البدن، القلب مقدم على الجسد، تمام كده؟ ده كلام ممتاز. طيب عن يمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا، لم إيه لم يؤمنوا، فكانت النتيجة إيه؟ فأرسلنا على طول الفاء الإيه التعقيب، ماشي؟ نعم. الفاء هنا ممكن تكون للتفريع، التفريع خدت بالك؟ اللي بعدها مفرع عن الذي قبلها، وإن كان في عكس بينهم بس هم كده، هم عملوا كده زي قول الله عز وجل إيه؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت. الأصل إن فآمنت يفرع الإيمان على الخير على النعم دي، لكنها كفرت فرعت فرع غلط على أصل صح. فهنا برضك سبق فرعت فرع غلط اللي هو الإعراض والكفر على أصل صحيح اللي هو إيه؟ اللي هو النعم التي أنعم الله بها عليه. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. الفادي بقى إيه؟ الفادية سببية، إن أرسل عليهم سيل العرم بسبب إيه؟ بسبب الإعراض، تمام كده؟ وبرضك بتفيد الترتيب والتعقيب. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل السيول يا جماعة انتوا لا تتخيلوا كيف ان الماء يدمر. انت شفتوا التسونامي اللي كان في اندونيسيا واللي حصل والتدمير الشديد والفيضانات اللي حصلت في بعض البلاد والسيول حتى اللي حصلت عندنا احنا، خدت بالك؟ بتحس ان العربية كأنها ورقة يحملها الماء، شاحنة ضخمة جدا تلاقيها عايمة على وش المي. في ايه؟ سبحان الله، تدخل كده تشيل كل حاجة، أشياء ثقيلة جدا في بيوت اتشالت زي ما هي متشالة كده على وش المي، بيوت كاملة، البيت مثلا مكون من دورين ثلاثة وتلاقيه عايم على وش المية كده. ايه المية دي اللي احنا بنستهين بيها ونستهزأ بيها؟ ده هي امر صعب جدا يا جماعة. فارسلنا عليهم سيل العرم، خدت بالك؟ هو سد برليف اتهد بايه؟ خط برليف اتهد بمية، خدت بالك؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم الشيخ، الأعراض هنا يدل على الكفر ولا يدل على الكفر؟ أصل لو ذنوب بس مش كان هيبقى، مش كان ما كانش هيبقى عذاب عام،
لكن كان حيبقى مثلا ايه، نقص في الثمار، نقص في الزروع، نقص في البركة، امراض تصيبهم، عقوبات ما بيبقاش فاهم، ما بيبقاش معاها استئصال. لكن ده كده واضح انه استئصال، وان هم تفرقوا بعد كده، سابوا المكان خالص، ما عادش ينفع، خدت بالك؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم يعني الأمر، العرم، العرم اللي هو العظيم والشديد. يا ترى ده وصف للسيل نفسه ولا وصف للسد؟ مش هتفرق معنا كتير، لأن السيل نفسه عظيم، والسد كمان كان سدا ايه؟ عظيما. ده سد بين جبلين، كل الناس تعمل سد بين جبلين ويحجز الماء ويحوش المية، مع ان المية تقيلة على فكرة، يعني الماء ثقيل. هو ايه سبب ان 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 حصل هدد في سد النهضة؟ ايه السبب؟ ان 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 المهندس المفترض يعمل الجدار بتاع السد بيضاوي، خدت بالك، من الداخل عشان يستوعب بقى الضغط بتاع المية والحمل بتاع المية، لكن هو عمله بالعكس، فبالتالي المية ضغطت عليه جدا فتهد، اتهد منه حتت يعني. ربنا يهده كله. آمين يا رب. خلاص، فهم عملوا سد بطريقة هندسية بحيث ان السد ده فعلا يحجز الماء، ومهما كانت كثافة المياه، لان كثافة المياه عالية جدا يا جماعة، يعني المية تقيلة جدا على فكرة، تقيلة يعني، خدت بالك؟ فما كانش انت تعمل نظام معين للمية ده، ايه، ممكن تدمر لك الحاجة اللي انت عاملها. يعني لو انت عامل مثلا خزان مية فوق السطح مثلا، زي الناس اللي بتعمل مية شتاء وكده، وبيخلي السطح نفسه خزان، لو المية السطح ده مش كويس ويتحمل هيتهد. المتر المكعب، وبعدين نعم، المتر المكعب يعادل طن. طيب ده حاجة صعبة جدا يعني، حاجة صعبة خلاص يعني. ولذلك الإنسان لو غرق ونزل في الأعماق ممكن جسمه يتفتت، يعني يتقطع من لأنه كده بعتبر شايل المية دي كلها على جسمه، خدت بالك؟ طيب، فأرسلنا عليهم سيل العرم. السيل ده جه منين يا جماعة؟ من المية اللي ورا السد. تخيل انت بقى مية ورا الايه، ورا السد مرتفعة ارتفاع جبلين، بتلاحظ الارتفاع والاتساع. يعني الجبل معروف انه ايه، منحدر الى اعلى، وجبلين جنب بعض يعني قريبين من بعض منحدرين الى اعلى، وفي نفس الوقت بينهما ايه، واد، مش كده، عامل زي مثلا ايه اللي رقم 7، مش كده، عامل زي رقم 7، بس رقم 7 له سن من تحت، انما ده مفتوح من كمان من تحت، يعني زي الكوبايه مثلا او كده، خدت بالك؟ فمية بالطريقة دي، اتساع وارتفاع وطول وعرض، ده كمية مية ضخمة جدا، ضخمة ضخمة ضخمة، يعني اللي واصل لغاية قمم الجبال، وعاملين على قمم الجبال جناين ويزرعوا عليها. ده 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 ايه ده؟ حاجة صعبة جدا. فلما يتهد السد يا جماعة تبقى مصيبة كبيرة، بتغرق اللي حواليه، بتدمر كل اللي حواليه، وفي نفس الوقت بتخرب بقى الحدائق والجناين دهيت وكده، وخلاص ما تصلحش حياة بعد ما كانوا فوق الجبال عايشين تمام التمام، خلاص مش هتصلح الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء ايه، كل شيء حي. طيب، نسمع بقى اللي بيحكوا عن السد ده اتهد ازاي، وبرضك يا جماعة يعني لا نصدقها ولا نكذبها، لكن لا مانع ان احنا نتعظ، ان لما ربنا يريد الدمار لشيء ما فيش حاجة بتقف قدامه، خدت بالك؟ جاءت الجرذان فنخرت في أسفل السد. الجرذان اللي هي الفئران الكبيرة، نخرت في أسفل إيه؟ السد لتهدمه، تمام؟ فالمهم جابوا الإيه؟ السنانير. السنانير جمع إيه؟ ولا صنارة؟ سنور، اللي هو القط يعني. جابوا القطط عشان تأكل الفئران. تخيلوا إن القطط بقت تخاف من الفئران، ودي حاجة عجيبة جدا يعني. يعني ان ده لو قط واقف في الدور الخامس وبص الفار للارض كده اهو، الفار هيتكهرب لغايه لما التاني يلف وينزل وياكل، واخد بالك؟ لدرجه ان بعض الروايات بتقول ان هم في كل متر ربطوا قطا عشان الفلان، ومع ذلك ايه؟
خلاص ده يا جماعة ده أمر من الله، حدش يقدر يقف قدامه ولا تقول لي قطط ولا تقول لي بتاع، مفيش. فنخرت السد، فلما ضعف انهار السد وخرج الماء بقوة شديدة جدا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. عاوز نقف على بدلناهم بي هنا يا جماعة. في سورة البقرة ربنا يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يبقى الباء بتدخل على الخير ولا على الشر؟ بتدخل على المبدل ولا على المبدل منه؟ على المبدل منه، صح كده؟ اللي هو الخير، اللي هو المتروك. يبقى الباء بتدخل على المتروك، خدت بالك؟ بعكسنا احنا، بعكسنا احنا بنستعملها غلط، بندخلها على المطلوب مش على المتروك، واخد بالك؟ فربنا قال اهو في قصة بني إسرائيل، لما ربنا عز وجل من عليهم بالمن والسلوى، العسل والطيور واللحم، حاجة بعد كده ما فيش. قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من ايه؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها. خرب بيت الكفرة، عدس وبصل ده حاجة صعبة جدا يعني، ده حاجة نفخ، خدت بالك؟ ده ربنا بيمن عليكم بأكل من الجنة، يعني المن والسلوى انت عاوز احسن من كده؟ لكن زهقوا من النعمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقوم سبأ برضك كده، ربنا بيقول وبدلناهم بجنتين، ايه جنتين؟ يعني بدل الجنتين الحلوين اللي ربنا رزقهم جنتين تانيين. شكلهم ايه بقى دول؟ ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. جنتين ذواتي أكل خمط، الأكل اللي هي ما يؤكل اللي هي الثمار، خمط يعني إيه؟ زي ما نقول حاجة معفنة أو حاجة حمضة أو حاجة مش نظيفة وما فيش غير كده، خدت بالك؟ أدي الخمط، يعني حتى اللبن إذا كنت أنت مثلا بتغليه وتلاقيه يقطع كده تقول خمط، تيجي تاكله تلاقي طعمه حامض، خدت بالك؟ لعل كلمة حامض محرفة عن كلمة خمط، والله أعلم يعني. طيب وأثل، أثل اللي هو إيه؟ الشجر الذي فيه شوك، شوك فيه شوك هتنتفع بيه إزاي؟ وشيء من سدر قليل، خد بالك من دي، شيء نكرة تفيد الايه؟ التقليل هنا. طيب ومن؟ تبعيضية وقليل، ايه ده؟ ايه القرآن ده؟ سبحان الله، يعني ثلاث كلمات تدل على الايه؟ على يعني هو شيء في حد ذاته قليل، وكمان من، يعني القليل ده تشال نصه على الاقل، وصدر قليل اتشال ايه؟ فضل ايه؟ ولذلك شجرة السدر تلاقيها شجرة عالية جدا عشان توصل لها ايه؟ بصعوبة جدا، وبعدين عشان تجيب البقل اللي فيها شوية خالص، شجر الشرم تلاقيها كبيرة كده وتطلع منها شوية بقل صغيرين ما تعرفش تاكله. النبق، خدت بالك؟ شجر النبق، تمام؟ ده بدل ايه يا جماعة؟ بدل الخير اللي كانوا فيه، بسبب ايه يا جماعه؟ بسبب الكفر والعياذ بالله. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل. ذلك الذي جرى لهم، جزيناهم، هو جزاء لهم بما كفروا، بسبب يعني الباء هنا للسببية، والما هنا ايه؟ مصدرية، اي بكفرهم، خدت بالك؟ بما كفروا، يبقى ما وما بعدها في تأويل مصدر بكفرهم يعني. وهل نجازي الا الكفور؟ وهل يجازى الا الكفور؟ اعربها ايه يا جماعة؟ نجازي
ها؟ هل نجازي إلا الكفورة؟ هو مستثنى على أي حال يعني استثناء مفرغ. طيب وهل يجازى إلا الكفور نائب فاعل؟ طيب الجزاء ده يا جماعة مش بيبه ثواب وعقاب؟ مش كلمة جزاء دي بتدل على الايه؟ وجزاهم بما صبروا ايه؟ جنة وحرير. وجزاء سيئة سيئة مثلها. يبقى كلمة جزاء استعملت فيها يا جماعة في الثواب وفي الايه؟ وفي العقاب. طب هنا لما ربنا عز وجل يقول وهل نجازي إلا الكفور أو وهل يجازى إلا الكفور، ها الاستفهام ده استفهام ايه؟ تقريري، تقريري بيقرر ان الكفور هو اللي هيجازى، واخد بالك؟ وكأنه بيقول ولا يجازى إلا الكفور، ممكن يدينا في معنى الايه؟ النفي. ماشي، ممكن يديني معنى النفي ايضا. تمام. فدلوقتي هل الكفار بس اللي بيجازوا ولا الكل بيجازى؟ الصالح والطالح الاثنين بيجازوا، كله بيجازى. امال هنا ليه قصر الجزاء على الكفار؟ هل يجازى بمثل هذا الجزاء المذكور الا الكفور؟ يبقى هنا التقدير اهو، لاننا مش هناخد الايه دي لوحدها، لا القران يفسر بعضه ايه بعضا. احنا ذكرنا بعض الايات اللي بتكلم عن جزاء الطائعين وجزاء العاصين، فبالتالي لابد مش هنضرب الايات ببعضها. يبقى لما ربنا عز وجل يبين لي في مواضع كثيره جدا ان كلمه جزاء بتستعمل للثواب على الطاعه والعقاب على المعصيه، وبعدين هنا ياتي ويقول وهل نجازي الا الكفور، يعني وهل يجازى الكفور، هنعمل ايه؟ انا هنوفق بين الايه؟ بين الايات. فيبقى هنحط تقدير ان هو في غير القران كانه قال ايه؟ وهل نجازي بمثل هذا الجزاء او هل نعاقب بمثل هذه العقوبات الا من كفر؟ ها؟ واضح كده يا جماعه ولا ايه؟ وهل نجازي الا الكفور؟ وبعدين اما تسمع اللي حصل لهم ده كله اللي كانوا فيه واللي حصل لهم، ممكن الموضوع يعني يبقى فيه حسره شويه، لو انت مكانهم هتتحسر. لا ده في حصرة جاية كمان لما تعرف ايه اللي كان موجود كمان عنده. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما آمنين. ايه الحكاية دي يا جماعة؟ حضرتك وانت مسافر بتبقى محتاج استراحة في الطريق، ومحتاج تاكل وتشرب وتريح، محتاج تخش الحمام، محتاج تتروح تتطيب تترطب، محتاج، مش كده؟ طيب اللي زي حالتنا لما بيجي يسافر بيعمل ايه؟ بياخد شنطه معاه، واخد بالك؟ حاطط فيها هدوم، حاطط فيها ادواته، حاطط فيها اكل، حاطط فيها شرب، حاطط، واخد بالك؟ ليه؟ لان بين الكافيتيريا والكافيتيريا ممكن يجوع مسافه طويله، ولو نزل الكافيتيريا ممكن يلاقي اللي هو عاوزه وما يلاقيش، والحاجات غاليه وكده. لا دول ما كانش كده، دول ما كانوش بيحسوا بالسفر اصلا. ليه؟ اهو ربنا قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. بينهم اللي هم فين؟ سبق فين؟ في اليمن. ايوه خليك صاحي معايا كده. وبين القرى التي باركنا فيها اللي هي يا جماعه الشام، قرى مباركه اللي بيت المقدس وما حولها. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي ايه؟ باركنا حوله. مش كده؟ ده كلام ممتاز. طيب المسافه اللي بينهم وبين الشام طول الطريق قرى ايه؟ ظاهره. قرى ظاهره، القرى دي ظاهره. يعني ايه ظاهره؟ يعني على الطريق، مش بتحتاج تنزل تحت وتدور على القرية أو تستخدم الجي بي اس والكلام ده كله، ده على طول. وبعدين ظاهرة
كلما وصلت إلى قرية لاحت لك الأخرى. عشان كده ربنا قال وقدرنا فيها السير. يعني قدرنا فيها السير يعني إيه؟ جعلناه مقدرا محسوبا بدقة بين كل قرية والتانية مسافة معينة، بحيث ان انت لو طلعت سافرت الفجر يبقى اول قرية هتجاب لك الظهر، وبعد كده هتمشي اول قرية هتجاب لك المغرب تبيت هناك، تقيل في قرية وتبيت في اخرى. يعني للحديث بقية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.